هذا المزبوط. كل أولاد هالجيل صايرين ما بيعرفوا يفكروا بالمرة. ما بعرف يا ستي، أنا طايش وما بفكر بالمرة، أنت بس الفهمانة بيناتنا. طبعاً مو هيك؟ لأنه على زمانك كنتي تقطفي كل الخضرة والفواكه من الأرض وتشربي حليب تازة وتعملي بإيدك الجبنة والزبدة وكتير شغلات كمان، على عكس جيلنا هاد، صح؟